أنا أكرم طالب آل وشاح، أخو الناشط أحمد طالب آل وشاح على شليبة. الآن في ساحة التحرير تم اعتقال أخي في الجادرية الساعة 9 ليلا، وما نعرف شنو الأسباب اللي اعتقلوا بها، ما نعرف. أدعو كل الناشطين واللجان التنسيقية من الطلاب واللجان التنسيقية بساحة التحرير ولا ساحة الاعتصامات أن يقفوا وقفة احتجاجية ومطالبة بالإفراج عن أخي أحمد طالب آل وشاح. أحمد بن ساحة التحرير 130 يوم أحمد البيت ما واصل له، اتعرض أكثر من عملية تهديد وعملية اغتيال، وحاولنا إسكاته وإرجاعه بس ما قبل. أحمد بقى صامد بساحة التحرير ومخيماته موجودة. الجهات المجهولة لحد الآن ما عرفنا من هي الجهات المجهولة، وأكو لحد الآن هواي إشاعات، زين هواي اشاعات جاي يثير بخصوص احمد آل وشاح، بس كلها كذب. احمد اخذته جهات مجهوله ولحد الان ما نعرف من هي الجهات، واحنا موجودين بساحه التحرير وكنا احمد آل شليبه. احمد اذا راح احنا كنا موجودين. انا ناشد الجهات المسؤوله على اختطاف اخي، انا احمد وكل ساحه التحرير احمد، وما نطلع من ساحه التحرير وما تخوفونا. بس ادعو اخوان الطلاب والجهات المختصه والجهات اللي موجوده بساحه التحرير من نشطاء ان يقفوا وقفه باشر الساعه 2 بعد الظهر. وشكرا لكم جميعا.